السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة مفيدة جدا بتدي قوة لشات جي بي تي. يعني تخيل قوة شات جي بي تي دي لما تبقى أضعاف يحصل إيه؟ الأداة اسمها AI BRM for شات جي بي تي. دوست فتح لي صفحة شات جي بي تي عادي، لكن مش عادي اللي هو ظهر، تمام؟ بيقول لي أنت عايز المدخلات تبقى عاملة إزاي، التون، الراتنج ستايل. طيب أنا مثلا هاجي هنا أقول له أنا بدور على حاجات خاصة باليوتيوب، يعني انا في موقع مثلا بستعين بيها انها تعمل لي التاج بتاع اليوتيوب، عايز يديني عنوان جميل للفيديو بتاعي، عايز يديني ديسكريبشن، تمام، عايز يديني افكار، فكل دي حاجات موجوده. ممكن اقول له ايه شورت سكريبت مثلا، انا ابدا اعمل الحاجات اللي في الفيديو، في يوتيوب فيديو سكريبت جنريتور، في حاجات خاصه مثلا هاو تو ميك يوتيوب زيمبل اللي هي الصورة الصغيرة ديت زي جيت كليك، تمام. فلو حد شغال في فكرة اليوتيوب هيلاقي أفكار هنا حلوة جدا. خلينا نجرب حاجة، هقول له مثلا أنا عايز دوت كرييت أكيلر يوتيوب ديسكريبشن تايم ستامب عنوان. طيب بيقول لي اكتب عنوان الفيديو، تمام، الفيديو عن مثلا الذكاء الاصطناعي، كتب لي الوصف بيقول لي من سنة كذا لسنة كذا اتكلم عن الذكاء الاصطناعي، من سنة وبعد كده اتكلم عن الذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها والهاشتاجات المناسبة اللي ممكن تضيفها وزبون على وسائل الاتصال. واو ممتاز، تمام. طيب دي يعني انت المفروض بقى عشان تطلع لك النتيجة دي من غير التولز دي تقعد تكتب حاجات كتير، او تكتب مثلا انا عايز اديني ملخص للفيديو، اديني وصف للفيديو، اديني النقط الاساسية للفيديو. هنا بقى خلاص في ثواني عمل لك الحاجة، تمام. وعايز يكمل هتقول له ايه كونتينيو، او تقول له لا اكسبند اشرح اكتر او لخص، تمام. فسهل علينا كتير. طيب عايز تعمل كتاب كامل في ضغطه مثلا اهو. طيب بيقول لك طب اكتب لي بس فكره الكتاب، او الكتاب بيتكلم عن ايه. الكتاب بيتكلم مثلا الفلسفه بين ابن رشد والغزالي، تمام. فبيقول لي العناوين الاساسيه اللي موجود المفروض في الكتاب، والمقدمه، والشابتر الاول بيد اوفر فيو، نظرة عامة عن حياة وأعمال ابن رشد والغزالي تمام. طيب خلص، لا قول له كونتينيو، يروح نكمل بقى. وكل ما يقف تقول له ايه كونتينيو، يروح مكمل وهكذا. طبعا لازم تكون انت بتكتب في تخصصك حاجة فاهم حاجة، لما تلاقي غلط خلاص تلاقي ايه ده كلام فيه غلطة هنا، تمام، يعني في كام نقطة صغيرة كده ايه خدت انا بالي منه. فدي فكرة وازاي تستخدم الأداة القوية دي، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. لو عندك اي حاجة مفيدة ياريت تشاركنا بيها، اكون شاكر.